السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا شباب. معنا النهاردة مع محاضرة أو أول محاضرة من محاضرات الراوتينج في كورس الـ CCNA Routing and Switching. بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة عن مبادئ الراوتينج. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد إيه النهاردة؟ بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد هو يعتبر one objective بالـ challenging test بتاعته. Major rules that can a router do. ايه الوظائف او المهام الاساسيه اللي يقدر الراوتر يقوم بيها؟ نبدا كده. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، انا في الـ في الـ السلايد دي انا مقسم لك او من الاخر ملخص لك المهام الرئيسيه للراوتر او الوظائف الايه الاساسيه للراوتر. يعني مثلا اول حاجه، a router can segments one broadcast domains into multiple ones. تاني، يعني الراوتر يقدر يقسم لك broadcast domain into multiple ones، يعني يقدر يقسم لك broadcast domain طبعا الاس دي مفترض تتشال، one broadcast domain into multiple ones، يعني يقدر يقسم لك ال one broadcast domain الواحده الى كذا broadcast domain. اعتقد ان الجزئيه دي احنا تناولناها في تقريبا اول او تاني محاضره في السويتشنج فاندمنتالز، اول او تاني محاضره في محاضرات السويتشنج، تمام؟ وتاني ملحوظه، طبعا احنا هنتكلم، يعني هنعمل استعراض سريع ثم بعد ذلك ايه زي ما انتوا اتعودتوا، ثم بعد ذلك هنمسك ايه كل ملحوظه ونفصصها براحتنا. A router's major rule is to forward a packet from one network to another. يعني انا لو عندي باكت عايزه تروح من جهاز وعايزه تروح الى جهاز، تمام؟ فالباكت اكيد هتطلع من شبكه وهتروح لشبكه. الراوتر هو المسؤول عن ايصال او تحويل الباكت من شبكه الى شبكه اخرى، تمام؟ هل شرط يا باشمهندس احمد ان هي في الحته الملحوظه الدقيقه دي، هل شرط ان الراوتر ياخد الباكت من السورس نتورك ذات نفسها الى الديستنيشن نتورك؟ لا، بينقل الباكت من شبكه الى شبكه، لان قد يكون الباكت هتعدي مثلا على اربع نتورك، يعني هتطلع من نتورك 1 ثم نتورك 2 ثم نتورك 3 انتهاء بنتورك 4، تمام؟ فالراوتر مثلا بيربط ما بين 2 و3، هياخد الباكت من نتورك 2 هيفرودها لنتورك 3، والراوتر اللي بيربط ما بين 3 و4 هياخد الباكت من نتورك 3 ويحطها في نتورك 4. فالمهم ان الراوتر بيفرود الباكت من one network to another. طيب، a router saves networks، مفترض هنا saves networks it knows how to get in its routing table. الراوتر المفترض بيسيف او بيسجل او بيحفظ الشبكات اللي يقدر يوصل لها في جدول يسمى بالراوتنج تيبل. الجدول ده هيفضل مستمر معاك الى ال CCIE level، لحد مستوى الايه ال CCIE. الراوتر by default does know its directly connected networks. دي قاعدة مهمة جدا، ان الراوتر by default لا يعلم الا النتوركس المتصله عليه مباشره، تمام؟ دي برضو ملحوظه برضو هنتكلم فيها بشيء من التفصيل. هتقول يا باشمهندس انا مش فاهم، انا مش قادر اجمع، نو بروبلم، مش مشكله، احنا كده كده بنعمل استعراض سريع ثم بعد ذلك هنبدا ايه نتناول كل موضوع على حده. تعالوا كده ايه نفتح كده الوايت شيت ونبدا نتكلم. بصوا يا جماعه، زي ما احنا اتكلمنا في تقريبا اول محاضره من محاضرات السويتشنج في البروكاست دومين الكولجن دومين والقصه دي كلها، تمام؟ احنا ناس طبعا خدنا لبات في السي سي ان اي في السويتشنج، بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا السويتشنج، ولكن حرفيا احنا خلصنا 98% من السويتشنج، تمام؟ ال 2% التانيين انا شايلهم في السكشن بتاع الديفايس مانجمنت، دي ان شاء الله هتبقى من ضمن المحاضرات الاخيره، هنرمم بعض الحاجات في الراوتنج والسويتشنج، بس انا شايلهم كده في سكشن كامل كده اسمه device management. anyway، لو انا عندي شبكه او من الاخر تعريف البرودكاست دومين هو المنطقه اللي انا لو جهاز اطلق فيها باكت برودكاست هتنتقل الى كل الاجهزه الموجوده في هذه المنطقه. فانا بمنتهى البساطه لو انا عندي شبكه عندي مثلا ده بي سي 1 ده بي سي 2 ده بي سي 3، تمام؟ وعند الناحيه الثانيه في برضو سويتش راوتر واصل على سويتش، وفي عندي مثلا هنا بي سي 4، تمام؟ فجهاز 1 او بي سي 1 لو اطلق باكت برودكاست فالسويتش هياخدها من ايه؟ هياخدها من 1 بورت اللي هو البورت ده، مثلا نقول ان هو ده بورت 1، هيطلعها
للانذر بورتس اللي هيطلعها لبورت مثلا 2 وهنا هيطلعها الى بورت 3 تمام حلو وبعدين برضو هيطلعها الى بورت 4 اللي بيؤدي الى هذا الراوتر اللي هو مثلا هنتكلم ان ده ار 1 تمام راوتر 1 لما يستلم الباكيت برودكاست تمام السويتش لما استلمها عمل ايه طلعها من هنا ومن هنا ومن هنا صح اما الراوتر هل الراوتر هياخدها في الحاله دي هل هياخدها من الفاست ايثرنت دي هنقول مثلا دي فاست ايثرنت 0/0 وهيطلعها اوت اوف فاست ايثرنت 0/1 ثم السويتش هيستلمها على مثلا ده بورت 1 وهيطلعها من بورت 2 الى بي سي 4 الاجابه لا الراوتر اول ما يستلم الباكت البرودكاست يقول لها ام سوري انا ما بعديش من بورت الى بورت او من الاخر من النتورك الى نتورك ما بعديش باكت برودكاست من بورت الى بورت او من نتورك الى نتورك او من برودكاست دومين الى برودكاست دومين اخرى تمام فانا يعتبر عندي كده ايه تو برودكاست دومينز بالراوتر عشان كده احنا بنقول ايه يا جماعه بنقول اللي هو بيسيجمنت بيقسم وان برودكاست الى مالتيبل برودكاست دومينز يعني انا من ده ببساطه انا ممكن لو شلت الراوتر وصلت التو سويتشز دول على بعض مثلا وصلت ده اس 1 وده اس 2 وصلت الايه التو سويتشز على بعض يبقى انا كده عندي كام برودكاست احسب شوف بالاكزامبل اللي انا شرحتها بي سي 1 لو اطلق برودكاست تمام هل هتوصل لبي سي 4 في حاله ان انا قلت لك ان الراوتر 1 شلته وصلت اس 2 الى اس 1 مباشره فاكيد الباكت البرودكاست ايه هتوصل الى بي سي 4 ويبقى انا عندي 1 برودكاست دومين صح ولا التوبولوجي اللي انا شايفها قصادي دي 1 برودكاست دومين اما اذا كان الراوتر 1 محطوط في النص فبالتالي هيستلم الباكت البرودكاست مش هيعديها للنتورك الاخرى طيب دي اول حاجه عايزين نعرفها طيب كلام جميل اوه احنا كنا بنكتب على الوايت شيت ذات نفسها على اللاير ذات نفسه طيب مش مشكله ممكن ندوس اف 5 شيفت اف 5 تمام عظيم طيب تعالوا نشوف كده ايه الملحوظات الايه الاخرى يعني افتكر بس ايه الملحوظات الاخرى الراوتر الراوترز ميجر رول از تو فورورد باكيت فروم وان نتورك تو انذر بصوا يا جماعه احنا كنا بنتكلم عن تو نتوركس الراوتر بيربط ما بينهم دايما احنا كل الامثله اللي كنا بنتكلم عليها كان انا عندي راوتر ليه دراعين صح ولا لا يعني ادي دراع وادي دراع صح طيب كلام جميل الراوتر لان انا كنت بشرح لك سويتشنج تمام طب ممكن تتخيل منظر زي ده لو انا عندي ده راوتر تمام متصل بسويتش عظيم وانا عندي سويتش ده متصل مثلا ببي سي 1 حلو الراوتر ده هيروح الى راوتر اخر تمام لو اللي يتذكر المثال ده انا اديته في تاني محاضره من محاضرات الاو اس اي موديل تمام والراوتر 2 متصل بسويتش تمام وانا عندي ده بي سي 2 عظيم هفترض ان النتورك دي مثلا 10.0.0.0/27 تمام والنتورك دي مثلا 10.0.0.32/27 تمام يعني طبعا سلاش 27 ده عباره عن ايه 255.255 مراجعه واس سبنيتنج سريعه 255 وبعدين ايه حطيت 3 وحايد صح لان ده عندي 24 واحد تمام وبعدين زودت 3 وحايد عشان يوصل ل 27 والانكريمنت هي البوزيشن نمبر مقابر لللاست 1 او اخر واحد او الواحد رقم 27 اللي هو كام 32 تمام طبعا السيجمنت الثانيه هتكون 32 هنخلي ده مثلا 10.0.0.0. لا 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 دوت 64 هنخليه دوت 64 بس ايه سلاش 30 تمام ده خلي بالكم انا كده بعمل ايه فاريبل لينس سبنت ماسك variable length طول متغير 27 27 30. anyway اللي مش فاهم او مش مستوعب يرجع لمحاضرات ال VLSM. المهم ده 65 مثلا ده 66 الراوتر مثلا هنا هفترض ان هو اول first available IP في البول دي اللي هي بتبدا من 33 وتنتهي لحد 62 لان 63 يعتبر broadcast domain و broadcast address IP address ده هنقول ان هو مثلا 0.1 طيب بي سي 1 هنقول ان هو مثلا 0.10 يعني الاي بي بتاعه 10.0.0.10 بي سي 2 هنقول ان هو مثلا .34 مثلا anyway لو بي سي 1 هفترض الماك ادرس بتاعته 1111 راوتر هنا 2222 الناحيه الثانيه لكل انترفيس طبعا بكل ماك ادرس تمام دي الراوتر ده ليه 2 انترفيسز فالمفترض يعني يكون ليه 2 ماك ادرس كل انترفيس عليها ماك ادرس هفترض الراوتر 2 الماك ادرس بتاعته مثلا 44 يعني كوادراتيك 4
وده كوادراتيك 5، ده كوادراتيك 6، عظيم. بي سي 2، طيب لو بي سي 1 عايز يبعت مسج او داتا، anyway يعني ايه، بغض النظر يعني الداتا دي نوعيتها ايه، هيعمل ايه؟ ادي الداتا، تمام، حلو. هينزل الى لاير 4، لاير 4 هيحدد ايه؟ قلت هيحدد ثلاث حاجات، تمام. اذا كانت الباكت تي سي بي ولا يو دي بي، فانا هفترض ان هي تي سي بي، تمام. السورس بورت والديستنيشن بورت، هفترض ان هو طالع من بورت مثلا يعني اي حاجه بتزيد عن 1024، هفترض ان هي مثلا 1050. والديستنيشن بورت يعني مثلا هيروح على بورت كام، مثلا هنقول هو هيروح على بورت 2000، اوكي. وبعدين ده كده الهيدرز اللي تضاف في لاير 4 اللي هو لاير الترانسبورت. فكده يحدد ايه؟ السورس اي بي. هو طالع من الداكت، طالع من اي بي سي 1، الاي بي بتاعه كام؟ 10.0.0.10، تمام، سلاش كام؟ سلاش 27. هروح الى بي سي 2 اللي هو كام بقى؟ اللي هو 10.0.0.34/27، عظيم. ثم هينزل على اللاير 2، هيحدد ايه بقى؟ هيحدد المفترض ثلاث حاجات، تمام. هتقولها يا باشمهندس هو مش السورس ماك والديستريشن ماك بس، اقول لك لا، انت نسيت الايه، سي ار سي، سايكليك ريدندنسي تشيك، تمام. سورس ماك هيحدد في السورس ماك، هنقول ماك، الماك ادرس بتاع بي سي 1 اللي هو كوادراتيك 1، الديستنيشن ماك اللي هو الماك ادرس بتاع مين؟ مش بتاع بي سي 2، لانه طبعا عشان يوصل للماك ادرس بتاع بي سي 2 محتاج يعمل ايه؟ ارب، والارب دي برودكاست، وراوتر 1 مش هيعدي البرودكاست، صح؟ فهيحط الديستنيشن ماك بتاعت الايه؟ الديفولت جيت واي بتاعته، لان في اي بي سي بكون محدد له الديفولت جيت واي، فالديفولت جيت واي بتاع بي سي 1 هو 10.0.0.1، صح؟ فهيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاع الديفولت جيت واي، لان هيكتشف بي سي 1 وهو بيبعت اما يبص على الديستنيشن اي بي ان هذا الاي بي غير متواجد معاه في نفس الشبكه، متواجد في شبكه اخرى، فيروح الى مين؟ راوتر 1، تمام، اللي هو الديفولت جيت واي. فهنقول الماك ادرس بتاع الراوتر 1 هيتحط في الديستنيشن ماك، والسي ار سي هنفترض سي ار سي، السي ار سي دي ايه؟ اللي بيحصل ان الداتا بتخش في الجوريثم، تمام، بتخش فيه عمليه حسابيه، ناتج العمليه الحسابيه ده رقم بيطلع بالباينري، تمام، بيحطه في خانه السي ار سي، هنقول ان هو مثلا 010. فراوتر 1 لما يستلم الباكت هيدخلها برضو على نفس الايه الالجوريثم، لو طلع 010 يبقى الباكت ما حصلهاش اي دامج، هيبقى برضو عند راوتر 2 هيعمل نفس السي ار سي تشيك، نفس الكلام، طلعت نفس الايه الاوتبوت، هيفترض خلاص ان الباكت ما حصلهاش اي دامج انتهاء الى بي سي 2. anyway، طيب دي الهيدرز اللي هحطها بي سي 1، هتوصل لايه؟ راوتر 1. راوتر 1 هيقول ايه ده؟ باكت وصلالي لان انا ديستنيشن ماك، ولكن لما يبص على الديستنيشن اي بي هيقول دي مش مبعوته ليا الداتا دي، لا دي مبعوته عن طريقي. اوكي انا الديستنيشن ماك، ولكن انا مش الديستنيشن اي بي، انا مش الديستنيشن، انا 10.0.0.1، تمام، لكن الباكت دي رايحه على 10.0.34. هيقوم راوتر 1 عامل ايه؟ هيحذف الديستنيشن ماك والسورس ماك، تمام، وهيحط سورس ماك جديده اللي هي كوادراتيك 3، وديستنيشن ماك جديده اللي هي كوادراتيك 4، تمام، اللي هو الماك ادرس بتاع راوتر 2، لان راوتر 2 اللي هيوصله بهذه النتورك، تمام، عظيم. خدتوا هنا بالكم من ان الراوتر فعلا من وظيفته او وظيفته الرئيسيه اللي هو بياخد الباكت بيحولها من وان نتورك الى ايه؟ انذر نتورك، تمام. ثم بعد ذلك الباكت هتوصل الى مين؟ راوتر 2. راوتر 2 هيقول ايه ده؟ انا ديستنيشن ماك، سورفلي، انا اسف، للاسف انا مش الديستنيشن بي، اذا هذه الباكت مش مبعوته ليا، دي مبعوته الى جهاز منضم الى شبكه انا متصل عليها على الطرف الاخر، تمام، هذه الشبكه، تمام. للراوتر اما راوتر 2 ما يبص الى الاي بي ده بس بالسبنت ماسك بتاعته، هيكتشف ان الايه النتورك اي بي 10.0.0.32، وهيقول ايه ده انا متصل اصلا بالنتورك دي عن طريق الفاست ايثرنت دي او البورت ده، عظيم. ثم بعد ذلك الراوتر 2 هيشيل سورس ماك وديستنيشن ماك ويحط ايه؟ سورس ماك جديده اللي هي كوادراتيك 5، وديستنيشن ماك اللي هي بتاع بي سي 2 اللي هي كوادراتيك 6. اوكي، بعدين راوتر 2 هيبعت الباكت الى مين؟ الى بي سي 2، عظيم. هنا خدنا او اتاكدنا فعلا من دقه او الايه يعني من صحه الملحوظه الثانيه، ان فعلا راوتر 1 خد الباكت فرودها من نتورك الى نتورك، وبعد كده يعني مثلا اقول دي نتورك 1 ودي نتورك 2 ودي نتورك 3، راوتر 1 عمل ايه؟ سحب الباكت من نتورك 1 الى نتورك 2،
هل الراوتر 1 متصل مباشره بالديستنيشن نتورك؟ الاجابه لا، تمام، هو متصل بيها ولكن اندايركتلي. تمام، راوتر 2 استلم الباكت من راوتر 1 حولها من نتورك 2 الى النتورك 3 اللي فيها الديستنيشن ايه، الديستنيشن نود او الديستنيشن اي بي او الديستنيشن بي سي. عظيم جدا. فدي الملحوظه الثانيه. الملحوظه الثالثه بيقول لك ايه، راوتر سيفز نتورك ات نوز هاو تو جيت، يعني بيسيف النتورك ات نوز هاو تو جيت، النتورك بيعرف يوصل لها ان اتس المفترض هنا اون ات اون اتس راوتينج تيبل. طبعا الواحد لما بيكتب ما بيركزش فيه اللغويات في الانجليش قوي يعني، تمام، بياخدها كده بالايه بالشبه. anyway طيب الملحوظه الثانيه واللي يعني انا عايزك تركز فيه، الملحوظه الايه الثالثه والرابعه. الرابعه بتقول لك راوتر باي ديفولت داز نو اتس دايركتلي كونكتد نتوركس. تعالوا بصوا بقى نركز في الجزئيه دي. بصوا يا جماعه، انا هفترض هعدل المثال ده، نكتب ايه مثال بقى ايه مور سيمبل اكتر. تمام، بصوا يا جماعه، لو انا عندي راوتر 1 اوكي متصل بالشبكه، الشبكه دي مثلا 10.0.0.0، الشبكه دي مثلا فاست ايثرنت على فاست ايثرنت 0.0 تمام سلاش 27، ومتصل بشبكه اخرى تمام 10.0.0.32 سلاش 27. عظيم. الراوتر انسايد الراوتر، جوه الراوتر بيبقى فيه ما يسمى بجدول الراوتنج او الراوتنج تيبل. بيعمل فيه ايه؟ طبعا هنفترض ان هو متوصل فاست ايثرنت 0.1 تمام. بيعمل ايه الجدول ده او ايه يعني ايه تفاصيل الجدول ده، ديسكريبشن بتاعته. الراوتر بمنتهى البساطه في الجدول ده بيحط فيه ايه، النتوركس اللي يقدر يوصل لها. يعني بيقول ان انا دايركتلي، وده بيرمز لها بالسي دايركتلي كونكتد تمام سي تمام، انا متصل ب 10.0.0.0/27 ثرو فاست ايثرنت 0/0 تمام. ويقول برضو دايركتلي انا متصل دايركتلي سي دايركتلي كونكتد، انا متصل ب 10.0.0.32/27 عن طريق ايه فاست ايثرنت 0/1 تمام. ده جدول الايه الراوتنج تيبل تمام. احنا يا جماعه ما كنا بنتكلم عن المثال اللي فات، كنا بنقول راوتر 1 هيستلم الباكت تمام، او هفترض ان انا عندي هنا بي سي مثلا عايز يبعت لايه بي سي 1 عايز يبعت لايه بي سي 2. هفترض بي سي 1 الاي بي بتاعه دوت 10 والاي بي بتاع بي سي 2 هيكون مثلا دوت 6 دوت 50 مثلا تمام. فبي سي 1 لو عايز يبعت لبي سي 2 هيبعت على ديستنيشن اي بي 10.0.50. فراوتر 1 لما يستلم الباكت وفيها ايه، هيكون فيها ايه عنصر مهم جدا هو الديستنيشن اي بي تمام. بي سي 1 هيطلع الباكت هيحط فيها بي سي 1 ذات نفسه، هيحط الهيدر بتاع بي سي 2 اللي هو بتاع النتور لاير 3 اللي هو الديستنيشن اي بي بتاع بي سي 2 اللي هو 10.0.0.50 تمام سلاش 27 تمام، صح ولا لا؟ فراوتر 1 لما يستلم الباكت هيعمل ايه شويه ايه شويه بروسيس، هيعمل شويه عمليات. اول حاجه هيقول هو الاي بي بالسبنت ده النتورك اي بي بتاعته كام؟ اي بي النتورك بتاعته 10.0.0.32. عشان كده انا في المحاضرات السبنتين كنت بعلمك ازاي لو معاك اي بي جهاز ازاي تعرف ترد اي بي الجهاز ده الاي بي نتورك او الشبكه اللي الجهاز ده فيها او الاي بي ده فيها تمام. ده باعتماد على تواجد عنصرين عندك الاي بي والاي والسبنت ماسك. فده سلاش 27. عظيم. فالراوتر راوتر 1 بيقول ايه ده، دي النتورك 10.0.0.32 انا متصل بيها دايركتلي عن طريق ايه فاست ايثرنت 0/1. يقوم هوب الراوتر مطلع الباكت عن طريق فاست ايثرنت 0/1. طبعا بيطلعها ازاي، انه بيعمل اربع على الاي بي ده اللي هو بيقول الاي بي اللي هو 10.0.50 يبعت لي الماك ادرس بتاعته. يقوم بي سي 2 بعت لراوتر 1 الماك ادرس بتاعته، وبعدين راوتر 1 بيبعت له الداتا. طيب عظيم جدا. عشان كده احنا بنقول ان الراوتر بيسيف النتورك النتوركس اللي هو يعرف يوصل لها او يعرف يراوت ما بينها في الايه الراوتنج تيبل. طيب عظيم، فهمنا المثال ده. طيب اوكي، تعالوا بينا على المثال الثاني. ايه هو بقى الايه المثال الثاني؟ المثال الثاني يا سيدي هو نفس المثال اللي قبل اللي فات تمام كده. عندي ده راوتر 1 وده راوتر 2. عظيم. كانت الشبكه دي 10
10.0.0.32/27 والشبكه دي 10.0.0.0/27 والشبكه دي 10.0.0.64/30 تمام. ده دوت 65، ده دوت 66 تمام. الراوتر هنا واخد بوينت 1، الراوتر هنا على الناحيه دي واخد بوينت، راوتر 2 واخد هنا بوينت كام، بوينت 33 تمام. ده فاست ايثرنت 0/0/0. ده مثلا مفترض ده سيريال، يعني ده انترفيس سيريال، بس هفترض ان هو 0/1 فاست ايثرنت 0/1. ده فاست ايثرنت 0/1 على اي راوتر 1، وده فاست ايثرنت 0/0. عظيم. الملحوظه الرابعه يا جماعه، عشان كده قلت لكم ايه ركزوا فيها، تعالوا كده ايه نرجع لها. الملحوظه الرابعه بتقول لك ايه، ان الراوتر باي ديفولت تمام اهو، الراوتر باي ديفولت داز نو، ده بص يعني مش اقول لك نوز بس، لا داز نو يعني ده جمله تاكيديه كده، داز نو اتس دايركتلي كونكتد نتوركس. يعني من الاخر بالعربي كده، ان باي ديفولت الراوتر لا يعلم الا النتوركس المتصله عليه ايه مباشره. عظيم. كان انا عندي في المثال كان انا عندي في المثال ان ده بي سي 1 وده الاي بي بتاعه 10.0.10، وكان ده ايه بي سي 2 تمام. بي سي 2 الاي بي بتاعه 10.0.0.34 صح ولا لا؟ مش قلنا كده؟ طيب كلام جميل. تقدر تقول لي الراوتنج تيبل، انا قلت باي ديفولت الراوتر ما بيسيفش الا النتوركس المتصل عليه مباشره. طيب انا عندي دي نتورك 1، هرمز لها نتورك 1، دي نتورك 2، دي نتورك 3. عظيم. بالنسبه للراوتر 1، بالنسبه الى راوتر 1، نتورك 1 متصل عليه مباشره ولا لا؟ هتقول لي متصل عليه مباشره. اذا ده الجدول الايه الراوتنج تيبل بتاع راوتر 1 تمام، هيقول ايه ان 10.0.0.0/27 اقدر اوصلها عن طريق مين، فصل ايثرنت 0/0. طيب وده نكتب جنبه سي. طب سي تانية ان 10.0.0.64/30 اقدر اوصله عن طريق مين، فصل ايثرنت 0/1. هل راوتر 1 هيضيف نتورك 3 الى الراوتنج تيبل بتاعته؟ بص لما الملحوظه الرابعه قلت لك باي ديفولت تمام، داز نو يعني الراوتر باي ديفولت لا يعلم الا النتوركس المتصل عليه مباشره. بهذا الكلام اذا نتورك 3 مش هتضاف الى الراوتنج تيبل بتاعت راوتر 1. طيب تعالوا بقى نعمل ايه بنفس الكونسبت، نعمل الايه نكرييت الراوتنج تيبل بتاع ايه راوتر 2. راوتر 2 سي برضو اقدر اروح الى 10.0.0.32/27 عن طريق مين، فاست ايثرنت 0/0. واقدر اروح الى 10.0.0.64 عن طريق 27 عن طريق فاست ايثرنت 0/1. عظيم. كنت انا بقى في المثال، وحتى كمان في الايه لو تفتكروا في الاوساي موديل تمام، خلي بالكم ان انت هتصطدم بحقيقه في الراوتنج، ان انا البي سي 1 عايز يروح الديستنيشن اي بي كام، اي بي كام ممكن تقول لي انا عايز بس الهيدر بتاعت الديستنيشن اي بي مش الباقي، لا سورس اي بي ولا سورس بورت ولا ديستنيشن بورت ولا القصه دي تمام. الراوتر طبعا بيتعامل في اللاير 3 تمام، هو عايز يروح الى 10.0.0.34 صح ولا لا؟ 27. طيب كلام جميل. اما بي سي 1 يبعت الباكت دي للديفولت جيت واي بتاعته اللي هو مين، اللي هو راوتر 1. فراوتر 1 هيقول ان النتورك بتاعت الجهاز ده هي 10.0.0.32 صح. طب هل دي موجوده عنده في الراوتنج تيبل؟ بص كده مش موجوده صح. طب بناء على ايه بقى راوتر 1 بيفرودها الى راوتر 2 تمام؟ ها بدات توضح الفكره، بناء على ايه راوتر 1 بيفرودها الى ايه راوتر 2. عظيم. طيب كلام جميل. هنا بقى الايه القصه، انت بقى شغلك في الراوتنج بيبدا من الحته دي. انت عارف ان بطبيعه الحال الراوتر يعني ايه الراوتر الصرف، الراوتر الابيض الايه اللي بكرتونته ما بيعرفش الا النتوركس المتصله عليه مباشره. ولكن هل دي نتورك متصله على راوتر 1 مباشره؟ لا دي متصله اندايركتلي تمام. هنا قال لك ان انا اقدر اقول الى راوتر 1، وده سطر بقى هكتبه في الاي او اس بتاعت راوتر 1، يعني انا ممكن حتى اقول لك بالبلدي ان انا اعمل كذا عشان اخلي راوتر 1 يروح، لا بس انا هفهمها لك بالكوماند، لان الكوماند في الاي او اس مفسره فعلا الايه القصه دي تمام. انا اقدر اديوكيت او اعلم راوتر 1 ازاي يروح للايه للنتورك دي بطريقه من اتنين، وكذلك اقدر اقول لراوتر 2 ازاي يروح للنتورك 10.0.0.0 برضو بطريقه من اتنين. ايه هي الطريقتين؟ حاجه اسمها الاستاتيك راوتنج، حاجه اسمها الدايناميك راوتنج.
يعني انت ممكن تعتمد على حاجه من الاثنين، تمام؟ حاجه من الاثنين. طيب انا هقول لك لو انا هعملها ستاتيك راوت هكتب ايه. هقول في الاي او اس في جلوبال كونفيجريشن بتاع راوتر 1 اي بي راوت، يا راوتر لو انت عايز تروح الى 10.0.0.32 السبنت ماسك بتاعت النتورك دي 255.255.255.224، لان طبعا سلاش 27 فيه 3 وحيط الاوكتت الرابع، فحاصل جمع هنا 32 وال64 وال128 حاصل جمعهم هيساوي 224. لو انت يا راوتر 1 عايز تروح ل 10.0.0.32 على سبنت سلاش 27، ده طبعا بيعبر عن سلاش 27، روح الى 10.0.0.66. اوه يعني انا هقول لراوتر 1 لو انت عايز تروح الى نتورك 10.0.0.32 على سلاش 27، روح الى الاي بي اللي هو 10.0.0.66. طيب هل راوتر 1 هيقدر يروح لاي بي 10.0.0.66؟ ها ايوه، لان دي موجوده معاه، الاي بي ده موجود في شبكه موجوده في الراوتنج تيبل بتاعت اي ار 1، صح ولا لا؟ اللي هي الشبكه دي، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. بنفس الحال لو انا بعمل بينج، تخيل لو انا جيت كتبت الامر ده وعملت بينج من بي سي 1 الى بي سي 2، البينج مش هيكتمل. ليه؟ لان فعلا الباكت هتوصل من بي سي 1 الى بي سي 2، تمام؟ ودايما دايما البينج يا جماعه مستند الى عنصرين او تو كاينز اوف باكيتس، باكت اسمها الايكو، ودي الباكت اللي هتطلع من بي سي 1 الى بي سي 2. ومين بيبنج على مين؟ بي سي 1 على بي سي 2. يبقى بي سي 1 هيطلع ايكو، بي سي 2 هيرد على بي سي 1 بحاجه اسمها ايكو ريبلاي، تمام؟ البينج هنا مش هيكتمل. ليه؟ لان بي سي 2 هيحب يطلع يرجع الى الاي بي، الاي بي اللي هو بنج عليه، تمام؟ اللي هو 10.0.0.10. فطبعا الراوتر 2 تمام اما يبص في الراوتنج تيبل بتاعته مش هي ايه، مش هيلاقي 10.0.0.0، تمام؟ فانا لازم برضو احط الايه، اعمل استاتيك راوتنج على راوتر 2. اقول لراوتر 2 لو انت راوتر 2 اي بي راوت، لو انت عايز تروح الى اي بي راوت، يعني لو انت عايز تروح الى 10.0.0.0 تمام على 255.255.255.0 انا اسف 224، روح الى 10.0.0.65. احنا نسينا هنا بقى ايه، نقول ملحوظه مهمه، ان انا اول سطر عندي اللي انا دخلته على ايه، على راوتر 1، لو انا دخلته بقى على ايه، على راوتر 1، تمام؟ فطبعا راوتر 1 هيضيف ان انا لو انت هيضيف كده ان انا اقدر اروح الى 10.0.0.60.32/27 بس عن طريق الاي بي اللي هو 10.0.0.66، تمام؟ وهيحط جنبها اس، يعني دي ستاتيك، عظيم. وبرده راوتر 2 لما دخل عليه الامر ده اوكي، فهيقول ان انا ستاتيكلي اقدر اروح الى 10.0.0.0/27 through 10.0.0.65، عظيم. فبالتالي انا عملت كونكتيفيتي ما بين ايه، بي سي 1 وايه، بي سي 3. فانا طبعا عملت دايما، انا بقول للطلبه كده لما اجي اشرحها، عملت ايه، رايح جاي، رايح اهو بالسهم اللي هنا، تمام، جاي، عظيم. يعني على راوتر 1 علمت راوتر 1 يروح بي نتورك 3 ازاي، وعلمت راوتر 2 يروح الى نتورك 1 ازاي. ده الاستاتيك راوتنج. الديناميك راوتنج يعني احنا مش هناخده في الايه، في المحاضره دي، احنا كده كده هنعمل في المحاضره الجايه نشرح الاستاتيك راوتنج والديناميك راوتنج بشيء من التفصيل، تمام. ولكن انا عايزك يعني الاستاتيك راوتنج هو بيقدم لك الراوتنج مفهومه ايه، يعني الديناميك راوتنج مستند تقريبا على نفس الكونسبت بتاع الايه، الاستاتيك راوت، يعني الديناميك راوت مستند على نفس الكونسبت بتاع الاستاتيك راوت، استاتيك راوتنج. فاحنا هنشرح، نكتفي هنا بشرح الراوتنج بس بطريقه الاستاتيك، تمام. الديناميك كده كده ايه، هيبقى نفس سهل وتقريبا نفس الكونسبت يعني، تمام. anyway، فانت دورك ايه، ان انت لو عندك شويه شبكات ومتوصله براوترز مع بعضها، ان انت تيديوكيت كل راوتر يروح ليه اي اندايركت نتورك معاه في الوان انفراستراكشر يروح لها ازاي، عظيم. طيب طبعا من الاستاتيك راوت ملوش يعتبر هو بروتوكول، يعني هو يعتبر بروتوكول بحد ذاته، اما الديناميك راوتنج ليه كذا بروتوكول، يعني ممكن تشتغل بالاي اي جي ار بي او الريب او الاو اس بي اف او الاي جي ار بي، بس الاي جي ار بي انقرض،
او البي جي بي. البي جي بي ده يعتبر الديناميك راوتينج بروتوكول اللي رابط راوترات اللي عامله الانترنت انفراستراكشر. تمام. طبعا احنا هنتناول كل ده بشيء من التفصيل في المحاضرات الايه القادمه. اتمنى تكون الايه الملاحظات دي انتوا فهمتوها واستوعبتوها. تعالوا كده ايه نتاكد كده ان نراجع على الملاحظات. راوتر كان سيجمنتس وان بروكاست دومين انتو مالتيبل وانز. عظيم. راوترز ميجر رول از تو فورورد ا باكيت فروم وان نتورك تو انذر. خدناها بالملحوظه اللي هي بتاعه الارب والقصه دي كلها, بياخدها من نتورك الى نتورك. راوتر سيفز نتورك نتوركس ات نوز هاو تو جيت ان. مفترض هنا في كوما يعني, تمام, عشان ايه اقول لك يعني راوتر سيفز نتوركس ات نوز هاو تو جيت مفترض on its routing table. الراوتر اوعدكم ان انا مره يعني من المره الجايه ان شاء الله هركز في السكريبتنج بتاع الايه السلايدز. الراوتر باي ديفولت داز نو its directly connected networks. تمام. وانا طبعا لو عايز اعلم الراوتر ازاي يروح لي indirect connected network, indirectly connected network, طبعا اقدر اقول اعلمه القصه دي او educate الراوتر ده بطريق من اثنين, اما الستاتيك راوتنج او الايه الدايناميك راوتنج. تعالوا ننتقل الى الايه الى التشالنجينج تيست. نعمل ايه, ندوس بيجان. some enhanced security features that a router can do. احنا في بيقول لك هنا working on, يعني بيقول لك ايه بعض المهام السكيورتي اللي ممكن الراوتر يعملها. working on filtering packets on IPSIDS on an IPSIPIDS, working on switching packets from PC to another, working on extending a broadcast domain, working on segmenting a broadcast domain. بصوا يا جماعه, الراوتر وظيفته الاساسيه زي ما احنا اتكلمنا اللي هو يراوت الايه الباكت من one network الى ايه another. تمام. ولكن الراوتر ممكن, بس يعني لو هو وظيفته الاساسيه من الراوتنج بس, هو بيشتغل up to layer 3, ولكن انا ممكن اخليه يشتغل up to layer 4. يعني ايه اشتغل up to layer 4؟ يعني انا ممكن اخلي الراوتر يشتغل كايه فاير وول او اي بي اس اي دي اس. ايه الفرق ما بين الفاير وول والاي بي اس اي دي اس؟ الفاير وول بيتحط على حافه النتورك في اتصالها بالايه بالانترنت. عظيم. يعني دايما الفاير وول كده بيتصل, وده مثلا شبكه داخليه, ده ايه عندي سويتش متصل مثلا بي بي سي. فالفاير وول انا ممكن يعني اي باكت جايه من بره لجوه بيعتبر ان ده اوتسايد وده ايه انسايد. طبعا احنا شرحنا في المحاضره رقم 4 في الكورس الفاير وول والفيتشرز بتاعته. تمام. فالفاير وول بيفلتر الباكتس اللي جايه من الان للاوت, من انا اسف من الاوت للان, من الاوتسايد للان. ممكن اخليه برضو يعمل فلتر الباكتس اللي طالعه من الانسايد للاوتسايد. تمام. الاوتسايد يعني مثلا لو انت عندك مثلا بي سي عايز يكونكت مثلا على السيرفر, ويب سيرفر عندك. تمام. فانا ممكن احدد للفاير وول ايه نوعيه, او ممكن اقول له مثلا الاي بي كذا يقدر يخش على السيرفر, الاي بي كذا ما يخشش على السيرفر, القصه دي. فيعمل لك فلترنج على الباكتس على, بس هو ايه حافه النتورك. افرض هاكر كسر البوليسي بتاعه الايه الفاير وول وعمل عايز يعمل عمليات اختراق للسيرفر, فلو عدى الفاير وول اصبح الفاير وول ملوش دعوه بالهاكر, ما يقدرش يوقفه. تمام. فانا طبعا انا في ابلكيشن او جهاز اسمه الاي اي بي اس اي دي اس. تمام. اهو ممكن الكيبل اللي طالع من السويتش اوصله باي بي اس اي دي اس. تمام. وصل اي بي اس اي دي اس بقى بايه بالسيرفر عندي. فبالتالي لو الهاكر عدى الفاير وول ودخل على السويتش, السويتش هيطلعه للسيرفر, بس هيعدي على مين؟ الاي بي اس اي دي اس الاول. فلو هيهاك الايه السيرفر اي بي اس اي دي اس, هيعمل بيعمل مونيتورنج على الباكتس ويفلترها ويقدر يعرف هل الباكتس دي بتعمل البيهافير بتاعتها, التصرفات بتاعتها هل نورمال ولا اب نورمال. تمام. ويقدر يمنعها لو كان اي بي اس, يعني انتروجن بريفنشن سيستم, يقدر يمنع لك الايه الاتاك دي. ولكن لو اي دي اس بس, يعني انتروجن ديتكشن, بيديتكت بس ويبلغك بس, ما يقدرش يمنع. بس اني واي بيعمل ايه فلترنج وكذلك مونيتورنج للايه الباكتس. ممكن الراوتر على فكره بقى, يعني في الراوتر الراوترات اللي هي الاكس بي ار اللي هي سي 7200 تقدر ايه تشتغل لك كاي بي اس اي دي اس, ويقدر يشتغل لك كمان كاي او اس فاير وول. تمام. فدي بعض الايه الانهانسد سكيورتي فيتشرز اللي الراوتر يقدر يقوم بيها. تمام. وبالتالي هو بيقدر يعني ايه بيعلى بمستوى اللايرز بتاعته الى لاير 4. تمام. فهنا working on filtering packets on an IPS IDS. ليه يا باشمهندس ما قلناش working on segmenting a broadcast domain؟ يعني ليه ما قلناش الراوتر, ما هو الراوتر بيقسم البرودكاست دومين. بس انا قلت لك هنا some enhanced security features. تمام. انه بيقسم البرودكاست دومينز ده مش security features. تمام.
اه طبعا انا محتاج هنا ايه في الشو انسر هنا موضح لك ان انا اون اكستندنج بروكر دي هصلحها ان شاء الله. يعني كده او انت بتداونلود ان شاء الله دي هتلاقيها متصلحه، مفترض هي الايه الاجابه اللي فوق. اوكي طيب انا بس عشان عامل التست على التريننج مود عشان يعني ايه دوست عليها كده غصب عني يعني، فدايما اول ما تعدي سؤال بيجيب لك التصحيح بتاعه. What's the global routing protocol that forms the map of the internet؟ قلنا لو متذكرين قلتها بملحوظه سريعه، ايه البروتوكول اللي بيكون الانفراستراكشر بتاعت الانترنت؟ البي جي بي، البوردر جيت واي راوتنج بروتوكول. تمام. The three main default functions for the router are، يعني الثلاث مهام الرئيسيه بتاعت الراوتر ايه؟ Connecting lanes together، ايوه. Scanning the data transferred between PCs in the LAN، يعني الراوتر وظيفته ان هو بيمونيتور على الباكتس اللي بتنتقل من البي سي لبي سي في نفس الشبكه، لا. Connecting the entire enterprise network to the internet، ايوه الراوتر بيوصلني بالانترنت. Working as a mail server for clients in an enterprise network، لا ما يشتغلش كميل سيرفر. Routing on a stick between side VLANs، ايوه احنا خدنا الراوتنج اون ستيك فاكرين في الفيلانز السب انترفيسز، لما مثلا عندي 10 3 فيلان مثلا في وان سايد من الراوتر، فانا اقدر اقسم الفيزيكال انترفيس اللي هو فاست ايثرنت 0 اقسمها 0 دوت 10 دوت 20 دوت 30، ده بنسميه الراوتنج ايه اون ستيك. دي ال 3 مين ديفولت فانكشنز فور ذا راوتر. تمام. في المحاضرة دي اتكلمنا عن الوظائف الرئيسية للراوتر، الراوتر بيسيجمنت البروكاست دومين، الراوتر بينقل الباكت من نتورك إلى نتورك، الراوتر باي ديفولت لا يعلم إلا النتوركس المتصلة عليه مباشرة. تمام. والراوتر بيحتفظ بالنتوركس اللي يقدر يوصل لها في جدول يسمى بالراوتنج تيبل. وكذلك حلينا التشالنج تيست، وفي التشالنج تيست قابلنا السؤال بتاع السكيورتي فيتشرز. الراوتر يا جماعه ممكن يشتغل كفاير وول او ممكن يشتغل كاي بي اس اي دي اس. الناس اللي هتخش في السي سي ان سكيورتي بعد ما اخلص الايه الكورس ده باذن الله سبحانه وتعالى هتاخد ازاي تكونفيجر الراوتر خصوصا السي 7200 از فاير وول وكذلك از ان اي بي اس اي دي اس. انا اعتبر خلصت. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.